ايد لاستمرار محمد عودة مع المقاولين العرب، وهو ان هم يمشوا بشكل جيد ويقدموا عروض ونتائج جيده في بطوله كاس مصر. محمد عودة كان ماشي بشكل جيد مع المقاولين في الدوري الفتره اللي فاتت، في ملحوظات كتيره جدا، في استياء من قبل المسؤولين في اداره نادي المقاولين العرب على نتائج واداء المقاولين اللي بقى في النازل ماتش بعد التاني. عشان كده هم ادوا فرصه اخيره للكابتن محمد عوده، وهي لقاءات كاس مصر. في حاله عدم تقديم اداء ونتائج جيدين غالبا كابتن محمد عوده هيكون خارج نادي المقاولين العرب.